السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع سريع لأنه كثير ناس طلبوا مني أنه أحكي أنه ليش نحن عندنا مشكلة بتفسير المصحف وليش التفاسير القديمة عندها مشاكل كثير كبيرة. إذا بتقروا التفاسير القديمة بكل أنواعها ومن كل الناس اللي كتبوها رح تلاقوا في 4 مشاكل مشتركة بين هالتفاسير القديمة كلها. أول مشكلة هي أنه التفاسير القديمة مبنية ومؤسسة على موضوع أسباب النزول. أسباب النزول هي عبارة عن أنه كل آية أو كل عدة آيات أو كل جزء من سورة شرحه بيكون بحادثة صارت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هي الحادثة هي تفسير لهذا سبب النزول هذا. وبهالطريقة اللي بيصير أنه نحن بنحنط هذا التفسير على مدى الأجيال القادمة كلها من يعني حنطناه وخلصنا ل 1400 سنة ورح نضل محنطينه ليوم القيامة لتفسير آية المفروض تكون صالحة لكل زمان ومكان، لأنه نحن بنعرف أنه المصحف صالح لكل زمان ومكان. إذا وجود أسباب النزول واعتماد أسباب النزول لفهم المصحف بيعمل تحنيط للمعنى، وهي مشكلة كثير كبيرة. المشكلة الثانية اللي بتنجم عن موضوع الأسباب النزول إنه أسباب النزول نفسها مبنية على روايات، أحداث معينة صارت بروايات معينة، ونحن نعرف إنه في روايات كثيرة على الأغلب ما فيها صحة. يعني اللي اشتغلوا بهذا الموضوع بإنه يعملوا فلترة ويعملوا تصنيف لمدى صحة الروايات أو صحة أحاديث أو صحة أسباب النزول بيلاقوا إنه في شيء كثير قوي كمصداقية، بس في أشياء تانية ما كتير مصداقية كبيرة. فنحن هون عم نوع بلغط كتير كبير، من ناحية حنطنا المعنى ومن ناحية يمكن عم نأسس ونبني معنى لآية إجت من رب العالمين على حادثة يمكن ما صارت. فالموضوع كتير مهم إنه نطلع من موضوع أسباب النزول لفهم المصحف، ما عدا في كتير حالات قليلة جدا اللي هي خاصة بالآيات اللي عم تحكي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه بوقتهم. لكن معظم الشغلات الثانية كلها فيها كونيات وفيها شغلات، حتى الآيات المحكمات كلها هي لازم تنفهم بعصرنا وبعقلنا وبأرضيتنا المعرفية. إذا أسباب النزول لفهم المصحف بشكل كامل فيها مشكلة كبيرة، وهي أحد أهم المشاكل اللي نحن عم اللي وقعوا فيها السلف. المشكلة الثانية اللي وقع فيها السلف واللي هي كتير كمان مشكلة عويصة هي موضوع النسخ. النسخ هل هو ضمن المصحف ولا هو بين الرسالات اللي اجت من رب العالمين؟ على الأغلب النسخ هو بين الرسالات اللي اجت بين رب العالمين. رسالة سيدنا محمد نسخت رسالة سيدنا موسى، هي أهم عملية نسخ صامت، لأنه رسالة سيدنا موسى اجت بشكل متكامل، فيها الكتاب والحكمة والتوراة وفيها الوصايا العشر، يعني اجت متكامله بشكل كثير كبير. اجت رساله سيدنا محمد نسختها، هذا النسخ بينفهم، هذا مفهوم جدا. لكن النسخ ضمن الايات لامور كثير كثير مهمه، مثلا الوصيه، يعني ايه الوصيه انه انتسخت، هذا مستحيل تكون ايه الوصيه انتسخت. شو بدها تنتسخ ايه الوصيه اذا نحن بالايات الارث بنلاقي من بكل مره عم يحكي عن الارث بيقول من بعد وصيه يوصى بها او دين، من بعد وصيه توصون بها او دين، من بعد وصيه يوصين بها او دين، من بعد وصيه يوصي بها او دين. 4 مرات مذكوره، 4 مرات الوصية مذكورة بآيات الإرث، مستحيل تكون منسوخة. فالنسخ مشكلة عويصة كتير. بعدين النسخ يعني لألكم شغلة كتير مهمة لازم تعرفوها، النسخ ما كتير متفقين عليه الناس. يعني في ناس بيقولوا منسوخ شيء 300-400 آية، في ناس بيقول لك بس 11 آية. يعني الموضوع مو انه والله متفق عليه بشكل كامل، موضوع كتير 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 خطير. هذا كتاب، هذا رسالة جاية من رب العالمين خالق كل هذا الكون للإنسان، وهي آخر اتصال إلهي، هذا آخر اتصال إلهي. فالجرأة أنه نحن ننسخ من المصحف بشكل اعتباطي أحياناً، حتى لو ما كان اعتباطي، أنا برأيي في جرأة كتير كتير كبيرة. وحقيقة لازم نكون كتير كتير دقيقين بهالموضوع، ولازم نكون حذرين جدا بهذا الموضوع، لانه هاي رساله جايه من رب العالمين، رب العزه اللي خلق كل الكون. فنحن وقت نقول ايه الوصيه راحت وهي وكتب عليكم الوصيه، مكتوبه علينا الوصيه، وبنقول انه انتسخت لانه ايات الارث اجوا، بنطلع على ايات الارث بنلاقي الوصيه موجوده بكل ايات الارث، هذا غير منطقي وغير معقول وغير مقبول.
لذلك المشكلة الثانية اللي بالتفسير القديم اللي موجودة وبشكل كتير شائع وبشكل كتير حقيقة في إشحاف للرسالة سيدنا محمد وفي إشحاف للرسالة لآخر اتصال إلهي بالإنسانية هي النسخ. الشغلة الثالثة المهمة اللي هي مشكلة كتير عويصة بالتفاسير القديمة إنه المنطق ما له أي قيمة. يعني ما في مشكلة إنه إذا كان التفسير غير مناسب للعقل، إنه مثلاً والله آيات تفسير آيات سيدنا نوح واللي طلعوا معه على السفينة إنه في مثلاً أسد عطس أم طلع منه فارة، يعني شغلات كتير يعني أساطير حقيقة، أساطير مو مقبول أبداً إنه يكون تفسير، ومع ذلك موجود هذا التفسير وما حدا بيقدر ما حدا بينقضه حتى مع إنه هو منافي للعقل بشكل كامل. لذلك موضوع التفسير إنه يكون غير منافي للعقل هاي غير موجودة بالتفاسير القديمة، للأسف غير موجود بالتفاسير القديمة موضوع إنه التفاسير لازم تكون تتماشى مع العقل، لازم إذا أي شيء يتنافى مع العقل ما لازم ناخده كتفسير، هذا كمان غير موجود بالتفاسير القديمة. الموضوع الرابع اللي ما له موجود بالتفاسير اللي مشكلة بالتفاسير القديمة ومشكلة عامة إنه بتمسك التفسير بتلاقي عم يفسر من أول المصحف لآخره. وبحالات استثنائية نادرة جدا انه يقول انا ما عرفنا شو معنى هاي الآية، بيعرفوا معنى كل شيء، تقريبا كل شيء بيعرفوا معناه مع انه الامور كتير غامضة، ومع ذلك يتجرؤوا بشكل كتير بسيط انه يشرحوا شغلات ما لها مفهومة ابدا حقيقة. يعني فيها كتير يعني موضوع انه والله لا نعلم شو معنى هاي الآية مو موجود بالتفاسير للأسف، وهي مشكلة. المصحف حي حتى يوم القيامة، تفسيره رح يضل يتفسر وينعاد عليه وينضاف عليه ويصير تفسير لآيات نحن ما عم نقدر نفهمها أو تأويل إلها، رح يضل يوم القيامة هذا الشيء. مستحيل نقدر نفسره كله بزمن واحد أو بشخص واحد أو بكتاب واحد، هذا مستحيل، لكن مع ذلك بتلاقيه موجود بمعظم كتب التفسير القديمة، وهي مشكلة كتير كبيرة. هدول الأربع مشاكل تبع التفاسير الموجودة، أرجو أن تفكروا فيهم معي، وإذا عندكم أي أسئلة أرجو تبعتوا لي إياها، أنا مستعد للنقاش في هذا الموضوع، موضوع كتير مهم، أنا برأيي هو الموضوع المشكل. هلا في بعض التفاسير القديمة أو اللي فسروا حكوا بشكل منطقي بحالات معينة، مثلا قالوا أنه القرآن يفسر بعضه بعضا، وهي كتير مهمة، بالفعل المصحف يفسر بعضه بعضا، لكن معظم التفاسير ما اعتمدوا على المصحف انه يفسر بعضه بعضا ابدا. الاعتماد كان على اسباب النزول، اي آية بلاقوها صعبة او متناقضة برأيهم متناقضة مع آية ثانية بيصير عليها نسخ اوتوماتيكي، وهي مصيبة كبيرة. مو مشكلة اذا التفسير ماله متوافق مع العقل، واخر شيء لازم نفسر كل شيء بجلسة واحدة بكتاب واحد، وهذا غير مقبول، وهذا مشكلة كبيرة كتير. قولك أنك لا تعلم هاي لحالة فيها كتير أهمية مشان تترك أسئلة مفتوحة للأجيال اللي بدها تجي، لأنه هذا المصحف موجود لكل الأجيال، مو لجيلنا بس ولا لجيل اللي قبلنا ولا اللي قبلنا، لكل الأجيال موجود، وراح يضل عليه شغل ولازم يضل عليه شغل. شكرا كتير، الله يعطيكم العافية.